في الدرس الأخير قمت بحل أمثلة عدة على الضرب باستخدام الشبكة، وكما رأينا فإنه كان مباشر، ففي البداية تقوم بجميع عمليات الضرب ومن ثم الجمع. دعونا الآن نفهم سبب نجاح الأسلوب، فهو يبدو كسحر. ولإثبات نجاح الأسلوب سأقوم بإعادة هذا المثال هنا. أيضا سأحاول توضيح سبب استخدامه في المسائل الطويلة. إذا عندما نضرب 27 نضع الاثنان وسبعة هكذا، ونضرب بثمان وأربعين. أنا أفعل ما قمت به في العرض السابق بالضبط، أرسم شبكة وأضع اثنان في عمود وسبعة في عمود هكذا، وأضع أربعة في صف وثمانية في الصف الآخر، ومن ثم أرسم الأقطار، والأقطار هي بمثابة المفتاح، وإلا فلن تحتاجوا لرسمها. إذن هذه هي الأقطار. الآن طريقة التفكير في ذلك أن كل قطر هو مكان لعدد. على سبيل المثال هذا القطر هنا سيكون مكان منزلة الآحاد، القطر التالي الذي سأرسمه باللون الأخضر أظلله الآن سيكون مكان العشرات، والقطر التالي الذي على يسار أو فوقه بقليل سأرسمه باللون الوردي سيكون لمنزلة المئات، وهذا القطر الأخير سأرسمه بالأزرق الفاتح هو مكان الآلاف. وعندما نقوم بعملية الضرب نبدأ بوضع الأعداد في المساحة الصحيحة في مكانها الصحيح، وسترى ماذا أعني. 7 ضرب 4 28، نكتب 2 و8 هكذا. لكن ماذا نفعل في حقيقة الأمر؟ أعتقد أنه أفضل طريقة للتفكير بهذا، هذه 7 موجودة في 27، إنها مجرد 7 عادية أليس كذلك؟ لكن هذه 4 الموجودة في 48 إنها ليست مجرد 4 عادية، إنها 40 في الواقع، و48 يمكن كتابتها على صورة 40 زائد 8. هذه 4 في واقع الأمر هي 40. إذن هنا نحن لا نقوم بضرب 7 بـ4، في الحقيقة نضرب 7 بـ40 ويساوي 280. إذن الآن كيف يمكن أن نفكر في 280؟ يمكن القول أنها 200 زائد 8 عشرات، وهذا بالضبط ما قمت بكتابته هنا. لاحظ هذا القطر كما قلت لكم هو لمنزلة العشرات، وعند ضرب 7 بـ40 فنكتب الناتج 8 في خانة العشرات، وهو ما يعني 8 عشرات. 7 ضرب 40 يساوي 200، فنكتب 2 في قطر المئات، و8 لدي في العشرات، ها هي 28 هنا، لكننا في الواقع قمنا بكتابة 280. لنستمر. 2 ضرب 4 يمكنك أن تقول أن هذا سيساوي 8، لكن إلى ماذا أسعى هنا؟ هذه الاثنان الموجودة في 27 في الحقيقة هي 20، وهذه 40، إذن 20 ضرب 40 يساوي 8 وصفران إلى جانبهما. أي ما يساوي 800. قمنا بضرب 2 بـ4، وقمنا بكتابة 0 و8 هكذا. لكن انتبهوا، أين كتبت 8 في قطر المئات؟ دعوني أقوم بهذا بلون مختلف. قمنا بكتابتها في خانة المئات، أي ما كتبناه بالضبط هو، بالرغم من أنني كتبت 2 ضرب 4 بهذه الطريقة. في الواقع ضربنا 20 ضرب 40 يساوي 800. تذكر أن هذه خانة المئات، هذه كلها. نستطيع الاستمرار الآن.
7 ضرب 8، تذكروا أن هذه 7 الموجودة في 27 مجرد 7، و8 الموجودة في 48 كذلك. 7 ضرب 8 يساوي 56. نكتب 6 في منزلة الآحاد. 56 عبارة عن 6 آحاد و5 عشرات، إذن 5 في منزلة العشرات و6 في منزلة الآحاد. الآن نضرب 2 ب8. لاحظ هذه ليست فقط 2 ضرب 8 رغم كتابتها 16، لكن في الواقع الأمر أقوم بضرب 20 ضرب 8. 20 ضرب 8 يساوي 160، أو يمكنكم أن تقولوا أنها 100، ولاحظ أن الواحد الموجود في قطر المئات هو 116، وهذا هو 160. إذن ما فعلناه في الضرب الشبكي هذا أننا قمنا بضرب جميع الأعداد، ووضعنا 6 في منزلة الآحاد، ووضعنا 6 و5 و8 في قطر العشرات، ووضعنا 1، 8، و2 في خانة المئات، ولم نضع شيئا في منزلة الآلاف حتى الآن. الآن انتهينا من عملية الضرب، ونستطيع البدء بالجمع. الاستمرار يجب أن يكون هنا، وإذا ظهر لدينا ما يمكن وضعه في الخانة التالية فيمكن أن نضعه في اليد. إذن 6 وحيدة في خانة الآحاد، لذلك ننتقل إلى العشرات. كم ناتج 8 + 5 + 6؟ 8 + 5 يساوي 13، 13 + 6 يساوي 19. لكن لاحظ أننا لازلنا في خانة العشرات، فالناتج يكون 19 10، أو يمكن القول أنها 9 عشرات و100. نضع 1 في اليد هنا في منزلة المئات. الآن سنقوم بجمع خانات المئات. 100 + 200 + 800 + 100، ما ناتج هذا؟ 1200. إذن نكتب 2 في خانة المئات، هي نفسها 200 + 1000. وهنا نملك 1001 في منزلة الآلاف، ونقوم بكتابتها هنا. هكذا قمنا بها، ويمكن بهذا أن نفسر المسائل الأصعب. يمكننا أن نطلع إلى الخانات، هذه خانة الآحاد وهي واضحة. عندما قمنا بضرب 9 ضرب 7 يساوي 63، أي 6 عشرات و3 واحدات. وعلى اليمين هنا خانة العشرات، ثم حصلنا على 6 عشرات و3 واحدات عندما قمنا بضرب 9 ب80، تذكر 787، أي ما يعادل 718 7 آحاد. إذن 9 ضرب 8 تعادل 9 ضرب 80. 9 ضرب 80 يساوي 720. هنا 700، أي أنها في خانة المئات، و720 لدينا. نستمر إذن، وهذه خانة الآلاف هنا في الأعلى، هذه 10 آلاف، سأكتبه هكذا، وهذه خانة مئات الآلاف، وهذه خانة الملايين. إذن هكذا قمنا بجميع العمليات الضرب، وقمنا بوضع الأعداد في الخانات كل حسب منزلته. هذا العدد الذي هنا يظهر أننا ضربنا 4 ضرب 8، ولكن في الواقع نحن نضرب 200 ب80. أربعمائة ضرب ثمانين يساوي 32,000، تساوي 32,000. لاحظ وضعنا 2 على اليمين، وها هي منزلتها، إنها منزلة الآلاف، لذلك نقول أنها 2013,000. إذن 13,000 و2000، وهو ما يساوي 32,000. أتمنى أنكم فهمتم، وإنه لمن الممتع حقا أن تقوموا بالضرب الشبكي بأنفسكم،
وأحيانا يكون مثل شيء سحري، لكن أتمنى أنه من خلال هذا الدرس أنكم استطعتم تحديد منزلة الآحاد العشرات والمئات بطريقة ممتعة، ومن ميزاتها أنها لا تتطلب حيزا كبيرا وتسمح لكم بإجراء جميع عمليات الضرب مرة واحدة ومن ثم إجراء عمليات الجمع.